هنروح للخبر الأخير معانا في المحلي. الاتحاد الدولي يفتح باب التسجيل في كأس العالم للقوة البدنية بالغردقة. الغردقة تستضيف كأس العالم للقوة البدنية. اللعبة دي على فكرة يا جماعة لعبة ليها شعبية كبيرة جدا، القوة البدنية على مستوى العالم. وكون مصر تستضيف كأس العالم في الغردقة هي دي طبعا اللقطات عشان الناس تفتكر تبقى عارفة اللعبة دي. الاتحاد الدولي للقوة البدنية أعلن استضافة مصر بطولة كأس العالم واللي المفروض هتتلعب في شهر 3 اللي جاي في مدينة الغردقة. طبعا ده اللوجو بتاع البطولة، يعني حاجة جميلة جدا، واحنا الحمد لله من أوائل البرامج اللي أشرنا بنشير لهذا الحدث الكبير. وقال مسؤول الاتحاد المصري للعبة برئاسة اللواء محمود بركات أن ميعاد التسجيل في البطولة هيفضل مفتوح لحد نص شهر فبراير اللي جاي على مستوى العالم. أي لعيب عايز يجي هيجي. وأكد اللواء محمود بركات أن مصر وقع عليها اختيار الاتحاد الدولي بعد ما تقدمت بملف لاستضافة البطولة، وده بفضل قدرات مصر التنظيمية والسياحية الكبيرة. بطولات كأس العالم اللي فاتت للقوى البدنية كانت اتلعبت كلها في روسيا، لأن اللعبة دي منشأها روسيا. قبل ما تتوقف طبعا بسبب الأحداث اللي هناك والحرب الروسية الأوكرانية، وبعدها تنجح مصر في الحصول على شرف تنظيم هذه البطولة، ومن المتوقع مشاركة حوالي 50 دولة. أنا عايز أقول لكم البطولة دي متابعة بشكل كبير جدا، أنا عايز أقول لكم وأنتم بتقلبوا حتى في السوشيال ميديا والفيديوهات هتلاقوا في فيديوهات بتطلع لكم من بطولات سابقة، لازم وتبقى محققة مشاهدات بالملايين. لأن هي حقيقة لعبة مشيقة جدا، بتشيل أوزان، بتشيل كور تقيلة جدا تحطها في أماكن، بتجر حاجات يعني بتجر أجسام كبيرة لمسافات طويلة. لعبة تخلي اللي قدامك فعلا بيبقوا فعلا أقوياء، اللعيبة بتبقى فعلا عندها قوة بدنية مهولة، وبتخليك أنت كمشاهد مشدود لها. فالنهارده لما يتقال إن بطولة العالم ويتعرف لأول مرة تتعمل في الغردقة في استضافة مصر بمشاركة 50 دولة، لا الحقيقة ده حدث كبير وحدث أكيد هيعمل رواج سياحي. هتلاقي مثلا في لعيبة كتير جدا من اللي جايين دول ما زاروش مصر قبل كده، ما راحوش الغردقة قبل كده. خلي بالكم مصر لو أنت عملت بطولة في الغردقة يبقى ليها طعم، لو عملتها في القاهرة ليها طعم تاني، لو عملتها في الأقصر وأسوان طعم تالت، يعني كل اسكندرية قصة تانية. يعني عندك تنوع في المدن السياحية في مصر، عملتها في الجونة حاجة تانية وتالتة ورابعة وخامسة، عملتها في مرسى مطروح الدنيا هناك، او اي مدينه عندنا ليها شكل وليها، عملتها في الاسماعيليه، عملتها في السويس، كل المدن دي اي بطوله بتتعمل فيها بيبقى ليها مذاق تاني. فالنهارده ممكن تلاقي لعيبه كتير من دول ما جوش زاروا مصر، فهتلاقيهم على صفحاتهم بيصور نفسه في البحر، بيصور نفسه وهو بيسخن، والمدينه في الغردقه انت بتكسب دعايه لهذه المدينه بالملايين من غير ما تبذل اي مجهود، بس باستضافتك ليها وتنظيمك الجيد ليها انت بتاخد اكيد جين كبير جدا.